معزوم في فلسطين هالاسبوع بحلقه احتفاليه جدا وخاصه، بعدنا مكملين بتعرفكم على ثقافه الاكل ببلداتنا الفلسطينيه، لكن اليوم احنا في يصيد معزومين على عرس فلسطيني لندوق اكل الزفه الفلسطينيه. السلام عليكم. مبروك. معي كم من دقيقة أطل فيهن على الطباخ اللي بلش من الصبح يحضر أكل لما يقارب 1200 شخص من مدعوين العرس اليوم، بعدها رح أكمل بالزفة ونزف عريس. يعطيكم العافية، صباح الخير. أهلا وسهلا. هنين يا هلا بيك. حياك الله. يعطيك مرحبا. هنين مرحبا. حياتي. يعطيك العافية. اسمي كريم. شغل مصطفى اسمي. حياك الله. أهلا وسهلا. الله يسعدك يا عم مستعد. أنا بعتوني أساعدك. حياك الله. انت اليوم عم بتحضر غدا لألف شخص، بهيدك خليني اسألك اول شيء حلك لبن اشوف كيف مهارتك. يلا اجي محلك يا هلا شباب. طيب تعال نحكي شوي، انت عم بتحضر غدا لبن. مر عليك يعني؟ لا بعرف اللبن، بعرف كيف بحركوه هيك شوي. حط 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 كله هيك. احط احط هذا بنصفيه بعد ما نخلص، هذا مغسول ننظف 100%. اوكي قد ايه كميه احنا؟ هذه الكميه لطنجرتين. اوكي هذه بكفيها. بكفيها. والطنجرة الثانية على الطريق إن شاء الله. بس هاي الطنجرة يعني بتعمل لخمسمائة شخص تقريبا؟ هذه بتطعم حوالي 700. 700. 700 أي نعم، بس تكون فل ملانة. قد إيه كمية هذا وأي نوع لبن تستعمله؟ كميتها في تقريبا 90 لتر. 90 إلى 95. الطبيخ شو بيكون؟ شو بيكون الأكل؟ لبن ورز ولحمة طبعا. لبن ورز لحمة، في لحمة قطع، في لحمة استكات بتكون محشية مع جزر وفلفل. قد ايه باخذ وقت شغل على هذا اللبن وكل الادوات؟ احنا بنبلش يعني نحضر، صرنا تقريبا نص ساعه جايين. ساعه زمان بلشنا نحط على النار. الساعه غداهم جماعه الساعه 2:00. الساعه 2:00 من هون للساعه 2:00، الساعه 1 بيكون كل شيء جاهز فيكس ان شاء الله. اوكي يعطيكم العافيه. يعني الاكل انا لفتت نظري هاي لما فتت صراحه. هذه بدي اسالك عنها. خضره، هاي خضار مشكله. خضار مشكله. يعطيني احرك انا واحرك هناك. يلا. شوف مشان ايش تشم الريحه اللي فيها. يعني انا شام من في تومي، في ريحه بارزه هيك. لا فيها تومي مكليه مكليه، بنحكها بصل. بعدين بنكلي معها الفلفل حار وفلفل حلو، بنحط عليها سيلري او كرفس، بنحط عليها كزبره. وهي ايش تتسمى؟ ابهار اللحمه. ابهار اللحمه هذه للحمه بنحطها خصوصي. كيف في منها خضار مشكله بنعبيها؟ بس تستوي اللحمه عمليا، بتنحطها معها وبتخلطها. بس تستوي اللحمه لما بتستوي بنكفرها، اسمها كفره اللحمه. أوكي. باللغه العربيه العاميه كفره اللحمه. مش في ناس بحطوا زيت وبصل بيكلوها؟ يعني انا بسوي لها الخضار، هاي لها طعم كويس ممتاز، بتعطي اللحمه طعم 100%، ولها ايش بتعطيها يعني الخضار بهجه. بتساعد هذا اللبن كمان، بنحط عليه كمان اشياء. هذا اللبن هسه بعده على طريقه. ما فيش عليه ولا شيء الا شويه نعناع اللي حطيته انا يعني. اي نعم. هسه بيجي كمان شيء، بيجي سمنه بلديه. يعني سمنه بلديه بتنحط على على اللبن وهو شغال. في لها بهارات خصوصي، في بهار لبن، في فلفل ابيض. هون البهارات طبعا، البهارات موجوده هون. تعال اورجيك اياها. يلا ورجيني. بينفع يضل بدون تحريك اللبن شوي؟ اللبن على نار هادي، كل طبيخ اللبن دائما على نار هادي. هذه اللي هي روزماري اللي بتيجي ورقتها، هذه حصل بان اسمه في اللغه العربيه، حصل بان او في الانجليزي روزماري. وبيجي المرمية او الشجيري في اللغه العربيه. هسه هذه الخلطه شايف هذه، بحطها بكياس خصوصي هي، وكمان ورق الغار. ورق الغار هذا، ورق الغار اللي بيكسر الزنخه. اي نعم، هذا بيشيل كل الزنخه تبعت اللحمه. اللحمه احنا قبل ما نحطها على النار
بنكون غاسلينها مرتين ثلاثة، بنصفيها بتظل ميتها بيضة بيضة، نقشط عنها وبمشان على أساس أخذ من مية اللحمة، بحط على اللبن، بحط على الخضار المشكلة اللي بستعملها، لازم تكون نظيفة 100%. لما بنغسلها بغسلها بخل وملح اللحمة عشان الزنخة كمان، عشان تشيل كل الزنخة اللي بفوت هنا بده يتغدى. في ناس بتفوت على أعراسهم بتشم ريح الزنخة، أنا الحمد لله عنا لا، هذا مش موجود عندي. المفروض ما يكونش، ما يكونش طبعا. هذا الشغل الصح ما يكونش. هسا الأعشاب هاي بتشيل كمان كل الزنخة، بتعطيها طعم 100%. بنحط قرفة عيدان، بنحط هالحب، هذا كلياته مع بهار حب، مع فلفل حب، مع هذا على اللبن وعلى الرز وعلى اللحمة ولا بس على هذا كلياته بحطه في أكياس خصوصي، في أكياس عشان بس تكون بربطها من خوف لتكون البهارات بين اللحمة طالعة. هسا بتكون ايش، هاي بنشيلها بالآخر، بنكبها البهارات خلص خلص دورها، بنقيم اللحمة بنحطها ايش بعد ما تكون مستوية ومطعمة وملحة ومزبطة، بنحطها بجنب صحن الرز. بدي اقول لك شكرا، مش اخذ منك اكثر من هيك، يعطيكم العافيه جميعا، نبكي كمان شوي كل يوم. تعال اهلا وسهلا فيك. محمد عارف يرقد الصيحه لو التلفزيون معنا اليوم يصور، لو التلفزيون معنا اليوم يصور، لو العربي بما حد مهل، لو العربي بما حد مهل، معنا مهم جدا في مرحلة مهمة جدا من يوم العرس اللي هي حمام العريس. العريس جوا عم بيتحمم، كل أقاربه وحبايبه موجودين بزكفوا وبيغنوا وبيستنوا تيجي. زواج بعرس ابنك محمد اللي هو الشاب الاول بعد اربع بنات، فهي اول فرحه لشاب حلمي. فرحه للكل. كيف اول شيء حاسه؟ قد ايه مبسوطه اليوم؟ كثير بوجودكم اكثر. الله يسعدك. سمعنا كثير اغنيات واحنا حاليا لسه يعني بالطريق كمان بالزفه بطريق للحمام، شو كنتوا تغنوا كنساء؟ كنتوا تغنوا اغاني خاصه وكانوا قلنا نغني شويه يا شباب شويه، مرينا على نهر وميه، يسلم النبي اسعد يمشي بينا شويه بريضة يا شباب بريضة، مرينا عن مي بيضة، يسلم لنا بي محمد يمشي بينا ريضة. وإيش تستنوا إذا نستقبل العريس من الحمام؟ عشان إيش بتغنوا له؟ شو أنواع الأغنيات اللي بتغنوا؟ طالع من الحمام يا ريتو عوافي، هاتوا بدلات الشوف لمحمد شوافي، طالع من الحمام بيدو ذمة ورود،
نادوا على بيو يضرب له بالبارود، طالع من الحمام بيده ضمة ورد، نادوا على عمه يقوس له بالفرد. أم محمد احنا حاليا موجودين بحمام العريس، نعم. كيف بصير هذا الطقس؟ مين بيعزم العريس؟ كيف بتصير الشغلات؟ بيعزموا العريس 10 12 واحد، يعني مثل ما بحبوه بيعزموا. اول واحد بيجي بيعزموا لما يدروا انه في عريس بضل الحمام عنده. بيكون الحمام عند حدا من الاصدقاء وكانه أيوة. حدا من الحبايب. هو اللي بيجي اول واحد. بعد هون وين بنروح؟ بعد هون بعد الحمام بنروح على الغداء، على دارنا على الغداء، وبعد الغداء نتريح ونغني في دارنا النساوين، هالغناوين نغني لأهل الدار، للعريس، للي خاطب، للي بده يتجوز. بعدين بنروح نجيب العروس، نشكل السيارات. الله يهنيكم، الله يهنيكم. كملي بس ديش عليك عن ضيوفك انا اليوم. بيهمك. مبروك. أحسن إشي هذا اللقاء. مبروك يا أحلى إشي. إن شاء الله يا رب الله يبارك فيكم يا رب. السلام عليكم. يعطيك العافية. شو أخبارك؟ كيفك حاج؟ يعطيك العافية. أهلين أهلا وسهلا. يسعدك يا عريس. خلاص الساعة وصلنا لمحل مريح تريح. شو الأخبار؟ الحمد لله تمام. شو بتساوي هون؟ شو هاي القاعدة؟ أنا عنا العادة بردنا ندعو دعوة عامة في السماعة لأهل البلد أساس تفضلوا على الحفلة عنا على الغداء والعشاء، والغربية بنبعث لهم كرت برا أنهم يتفضلوا على الغداء والعشاء. وعندنا العادة والتقاليد إن بردنا هيك بسن الحفلات اللي زفة وحمام عريس صحيح. وغدا وعشاء ومية في هيك العادة والتقاليد بردنا. السهرة إيش بتتخلل؟ السهرة بتتخلل من حفلة من حداية وموسيقى وفي عشاء وفي غربية وكل البلد يكون مجمعين إن شاء الله. طيب بس بدنا نحكي عنك بهذا اليوم المهم، تخيلت إنه شكل عرسك يكون هيك العرس الفلسطيني؟ الحمد لله الحمد لله إحنا عنا هيك العادات والحمد لله اللي صارت تمام أخير. طب جاهز لفكرة انك تكون زوج؟ عم بتحضر حالك نفسيا انه تتغير حياتك؟ صحيح طبعا اشي اكيد الواحد هسه بده يتغير حياته من عزاب اللي متجوز، عشان بس يتجوز يحمل مسؤولية، بده يصير عنده بيت، بده يفتح بيت، فهمني؟ فبتغير حياته من عزاب اللي متجوز، وهذا بيختلف جذريا يعني. طبعا بده يتغير. اول اشي بالتوفيق يا محمد. الله يهديك ومبروك. الله يبارك فيك. بعرف انك تعبت. وش كيف كانت هيك الخيل والحمام؟ كيف كان الجو لك؟ كان الجو ممتاز جدا. كنت مبسوط بين اصحابك؟ ممتاز صحيح، مع اصحابي وسواء اصحابي كانوا بذيالي، يعني شنو كانوا اصحابي وقرايبي واهل البلد كانوا بحدي، كنا مبسوطين كلنا يعني. الحمد لله. والحمد لله ما حدا قصر عنا في العرس، والعادات احنا هيك بلدنا يعني الكل بيشارك، قريب اللي قريب بيشارك عنا في العرس. Thank you.
لفينا العريس ولفينا بانحاء يصيد بالاغاني والزغاريد، اجى وقت الغداء، كل المدعوين تجمعوا على بيت اهل العريس، هسه رح نفوت نساعد ونتغدى. هلا الله عم نساعد. اهلا وسهلا بالشباب. حياك، هات اساعدك. مرحبا، حياك الله. خبرني، صار كل شيء جاهز؟ انتوا بقرية يصيد من احدى القرى العالية في منطقة جنين. اعلى منطقة. ومن اكبر الاعراس الموجوده حاليا، احنا بنحكي على يعني ما شاء الله تقريبا عندهم عدد هائل من الزباين. قد ايه كميه رز بنحط لهدول؟ كميه رز في عندي 150 كيلو. 150 كيلو رز، وكميه لحمه في 450 كيلو. بدي اسالك لبن بيطعم 2000. بدي اسالك عن هاي المهنه، فيما سبق زمان لما كنت تطبخ بعراس كان هاي الكميات؟ في اكبر، في كميات، في كميات اكبر، في اعراس بنطبخ فيها 6 عجول. 6 عجول يعني قد ايه كمية رز حدا عشان نكون فاهمين الصورة؟ يعني 6 عجول لكل عجل حوالي 100 كيلو. 600 كيلو رز اكبر لعراس اللي بتبقى مناسبة. 600 كيلو رز. اي نعم. بس بتخللهم كمان غير اللحم، غير العجل، لحم خروف. طبعا بتكون معزين من كل المحافظات الوطن. تفضلوا يا جماعة، كانوا عم بفوتوا فوش جديد هون يمكن. هاي الطريقة اللي هم صانعينها بالطبيخ. شفتك وراكبتك وبعرف شو عمل هيك بهاي الصورة. هذه مكسرات طبعا، والخضرة اللي شفناها الحوسي انحطت على الرز عملية، ولا هاي مش نفسها؟ هاي غير، هاي غير. لا هاي غير، هاي كاشو ورز وفستق ولحم مفرومة وبقدونس، وهاي اللي بتخللها جزر وبزيلا. هذه عبارة عن أوزي. أوزي اسمها عنا، الأوزي هاي بقولوها. والحوسي اللي عملت الصبح، الحوسي حطيناها على اللحم. على اللحم. على اللحم بالطعم. كمان صحن. عم ابو سعد يعطيك العافيه. انا بدي استاذنك بروح اسال عليك شوي. شرفتونا. الله يسعدك. هسه بشوفك بعد شوي. يعطيك العافيه. حياك الله. مقابلتنا الجاي رح تكون مع أبو محمد والد العريس، تنسأله شو اختلف بين يوم عرسه ويوم عرس ابنه. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. خليك قاعد، خليك قاعد. هلا 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 هلا. مبروك ما بتساووا. الله يبارك فيكم. عند الجميع إن شاء الله. الله يسعدك. حاج أبو محمد. أهلا وسهلا. اليوم عرس ابنك.
نعم. وشفنا مظاهر فرح جميله لمت كل البلد وجمعتهن وبعد عم تتحضروا لسهره بالليل. اه صحيح. احكي لي شوي قديش هاي الاجواء بتعنيك، بتحبها، قديش مبسوط اليوم؟ والله اني انا مبسوط بسطي يعني كثير، كل واحد بيحب ينبسط وجوز ابنه والفرح يعم على الجميع. واول فرحه عندنا هاي، يعني اول واحد بجوز ابني. الفرحه الاولى يعني، والفرح مليح بين الناس، والعادات والتقاليد بين الناس وبين القرايه بين الاهل، الكل بيشارك يعني فيها. هاي شفنا كل البلد موجوده. آه. وكل البلد بتشارك من بلد وغير البلد اخرى، وفي كمان من بريد. اه في بريد بلد، وفي مجاملات بيني وبين القرايه اللي بديانا والبلاد. اليوم جاي من عدة قرى قضاء نابلس، يعني نعم عدد. آه. من المعازيم اللي جايين كمان يشاركوا بالسهرة بالليل. آه آه. طب رغم إنه العرس اللي اليوم عشناه عرس فلسطيني تقليدي، نعم، إلا إنه كمان بيفرق عن أيام ما تجوزت أنت حضرتك. صحيح. شو بتتذكر من تفاصيل أيام عرسك بهديك السنوات كيف كان؟ وقبل قديش إحنا بنحكي، 30-40 سنة؟ آه من قبل 20-30 سنة، بكاش مثل هيك يعني. احكي لي شوي شو كان، تذكر معي هيك. بكاش أول إشي عزايم مثل هيك، وبكاش العرس يكلف تكاليف باهظة مثل اليوم، وبكت يعني الناس أخف من اليوم، وغناني خفيفي بكت يعني. يعني بجوز بكى نسوان، وبكى الواحد يعزم له بلد بلدين، بكت البلد تيجي كل بلاد بكينش يكلفين كد عرس من عروسة اليوم. عرسك متذكره يا حاج؟ نعم. يوم عرسك. آه يوم عرسك انت. آه شو متذكر شو سويته؟ كان في حداي يعني؟ لا لا بكاش حداي. شو كان بعرسك؟ كان بعرس مثل هيك، قاعده مثل هيك او طربك يعني، وما حصل. وذبحت انا خرفان وعزمت اهل البلد وهالقرايب وغديناهم، وكان الله بالسر علي. واللي بيختلف كمان انه علاقه العريس بالعروس هي بتكون كانت غير قبل. ما نعم. ما كنتش تشوف العروس وكانه قبل هالسنوات. لا قبل 40-50 سنة بعد بكى اشوف يعني بالمناسبات العيد. بالمناسبات العيد واهله عنده. ابو يامن يعطيك العافيه. كان لما يدوروا على العروس تفر امه واخواته يدورن في الكره هون، لما يشوف ان العروس امه واخواته طبعا يرجعن على البيت ياخذ من العريس. العريس كان هذا الحكي مش موجود زمان، انه شوفه وتشوفه زي ما حكيتوا. اما الجيل صار يقعد العروس والعريس طبعا مع امه مع خواته، يتخرف وياها يحكي معها. قبل كانت النساء لحال. اه هن اللي يشوفون خلص، اذا عجبتهم العروس يرجعوا. آه. بجواب انه بعد خلص يصير العروس مش موجود. آه. العريس اه قبل بقى فهالسعيات بروحوا بشوفوها بنقدوها الام وخواته، نعجبتهم باخذوا الثاني مشوار العريس معهم، بقعدوا وياها على جنب بتخرفوا وياها. لهجتها كل شيء، حتى امها اليوم تقدر امه للعريس تقدر تكشف شوف شعرها تشوف يعني كيف، تعطيها فستق وإشي تجرب اسنانها. اه وتحكي بتحكي معها كمان عشان تحكي تشوف لهجتها وكيف كل شيء. ان اعجبته بعدها بروح على الدار بيجيبوا جماعه هيك اللي هي الجهه طبعا تكون فيها شخص كبير. الاول بيجي جهه مصغره مش مكبره، بيجوا على اساس ابو وعمام وهيك شيء، بشوفوا قديش المهر مؤجل مقدم ذهب بغرفتهم. هسا يوم الزفه لما في زفه طبعا كل قريه صاحبه عزيز عليه قريبه، والاكثر شيء ببدوا الغريب اللي مش نفس العيله الحمام. فبيطلع العريس وبيستنى العريس هو واهله وعمامه وقرايبه في بيت اللي لهم، بيجوا العيله الثانيه اللي عازمين عريس الحمام عندهم، بيطلعوا بيجوا على العريس، باخذوا العريس معهم بزفه ومع الحداي وكل شيء سماعات لدار العازمين. عند العازمين هناك بفوت الحمام والناس برا والحداي بكون غنوا كل شيء في هالساعة. بس عبين ما يطلع طبعا في العزين الحمام بعد هاليوم موجودة، بس يطلع بأول إشي بيكون العازم على الحمام هو بيكون بنقطه هو وأولاده والقرايب والعيلة، وبعدها بسحب حالهم وبيمشوا بالزفة. هسا هم في خلال النقوط هذا اللي عازمين على الحمام بصيروا يرشوا ملح يرشوا رز عن دور الحيطان إيماناً بقيم الحسد، بقيم الحسد وبيطرح البركة وشغلات زي هيك. هسا بكم حاضرين له خيل برا ومزين وعليه كل شيء وشمسية ملونة، بيطلع العريس على ظهر الخيل وشمسية حاملها واحد وواحد حامل الرصد عليها ذهب وبكم ماشيين في الخيل. في كرة بعدها محافظة إنه الحريم تبقى ماشي
ورا الزفه وفي كره هاي راحت من العاجل. يعني عندنا هون في ياسيد مثلا الحريم بعدها تمشي لحضرة الزفات، الحريم تمشي وراهم. احنا اليوم انعزمنا لعندكم وجينا، ضل انتم تجوا. اهلا وسهلا. ان شاء الله اهلا وسهلا، نستنى زيارتكم يا حاج. ميت حياكم الله. وانا بدي اقول الله يتمم لكم على خير يا رب. الله يحفظكم وتفرح بكل اولادك واحفادك وتضل فوق راسهم. الله يبارك بيكم. تفاصيل العرس الفلسطيني عديدة ومتنوعة، أساسها بغلف الفرح ومعاني التكافل الاجتماعي. لهون نوصل لختام حلقتنا من معزومة فلسطين. ضل بس نودعكم ونوعدكم أنه رح نلتقي الأسبوع الجاي في بلدة جديدة وحلقة جديدة.